نهار الثلاث اجتمعنا شباب دوز بطالة باش نمشوا للشركة البترولية اللي اسمها بيرينكو هذه الإيطالية باش ناخذوا معناها نحاولوا كيفاش ناخذوا حقنا من البلاد هذه للثروات البترولية. طلبنا مطالب عادية، والي طفان معتمد طفان فهمت ولا طلبنا مطالب باش يحكي معنا مسؤول طفان جابوا لنا الحق. هذايا جامع أمس ناس تصلي وقت الجمعة ماضي ساعة ونص ساعتين ناس تصلي فهمتني وهم يحذفوا في الغاز فصل الجامع. جال الكبار قال لك ما عادش فيها وين معناها حتى اللي كان يشد في ولده مش ما يمشيش ولا حاجه مش ما يعتصمش على حقه قال لك يا اخويا ضم يضربوا فينا في ديارنا في الجامع في الدنيا كل معناها ما عادش فيها وين معناها راجل في العمر هذا يجي يعاون عمره 18 19 عام يشده يضرب على الحيط معناها ضم ناس معناها يحموا في الدوله عظام اللي قاعدين يحموا في الدوله وخرجين امه وبنته وعائلته وبنته خارجين معناها يضربونهم في النجده وهم جايين يضربوا فيهم في دارنا الداخل ضربوا علينا في الله على البلار دخل غطى علينا الداخل بديت النادي خرجنا من هنا الكل دخلنا ما عادش فينا بديت نعيط وخارج البرة والنادي فيهم خرج راجلي وكل طيش اني بديت النادي فيه يا وليد يا امن الله يرحم والديكم يا وليدها تعالوا نقذونا تعالوا نقذونا راه باش نموت واحد وينظر عليه من غادي ويسب فيه سمعت وحلين الكاسات والله على المليون فهمت ويشطحوا سمعت ويشطحوا شيخين ويغنوا وين ندي فيه وزيد يسبني وزيد يرمي لي بكعبتين اخرى يشد يضربها ينسق في الحيط ويجبد وشد السلاح حتى في وجه امك يومي نحت ليده قالت لها راجل كبير يا ودي ما يسمعكش مريض طيب الراجل وحلوا الغني ويشطحوا يلي بيكم يلي عليكم علينا احنا راهم تاع نسوي مش سبين الرجال يصب في الرجال يصب فينا احنا بكلام كلام ما نجبش نقوله عمري ما توصفت به زميله معناها راجل راجل الله يبارك له والله يرحم والدي دخل بيني وبينه هيك وبين الباب دي يقول شنو اللي تعمل فيها اش تعمل اش تحشمش على روح هو واحد اخر زوز واحد لابس الكومبو والاخر لابس كيفه هذوما الزوز باش نقضونا منهم هم مش حمايه الديار ما همش امن هذوما خراب للديار هذوما ناس مجرمين جايين يا حلي ناس تشرب في الشراب يعملوا في المزيكا في الكراب نتاعهم كراب نتاع امن فيها المزود فيها الربوخ ويشحوا ويضربوا في الديار عنوة اني عسكري متقاعد اني معناها كامني قديم معناها ناس يخدموا بعضنا هذوما لا يموتون بالامن لا يصير ناس مهمش معناها هذوما لا سبيل لك باش يرجعوا زاد الدوز باش نقول لك مستحيل راهو هناك بعض العناصر التكفيريه نعاود ناكد هناك عناصر تكفيريه تحاول انها تخلق معناها فراغ امني وعندها مصلحه من خرق فراغ امني بالجهه انا لا نعرف لا تكفير ولا اولادي تكفيريين ولا عندنا المستويات هذه الكلام يقول فيه كاكا هذه شباب ظلمت ناس قاعده عندها مطالب كذا كذا الامن هو اللي يستفز فيها والامن هو اللي يضرب فيها جاك انت قدام المقر نتاعك اضربه ما تجريش وراه في الديار وتضرب فص ويضرب في الكرموجان فص الديار عنوه ايش ادور على الديار كل مليانه ومش جايين حاطينه تجي تشبح الكعبه ونضربك انواع واشكال من الكرموجان دخلوا سرقوا فلوس سرقوا تليفونات اللايت سرقوا رجولات الكعبه تاع العوان ريتها هو الراس نتاعها ريتها ولا ها هذا البركان تاع العوان هذا بركان نتاع العوان كيف جيت حليت فبري قرابة 200,000 في الفوسط الكاسة معنا سبيس فهمتني ولا وتليفونات اللايت فيهم فلوس وتكيات وما إلى ذلك معناها فبري كلهم تليفونات اللايت وتكيات والفلوس قرابة 500 دينار فهمتني هم مواطنين وصلوا تونس مش عملوا عمليات للقاد عمليات مضربين بالقلب هذا شيء في مدرسة بعد ما كنا في الجامعة هذا في المدرسة فرج تلامذة ذراري صغار معنا كيفاش في مدرسة هاي تفرج هذه يضربوا فيها في تلامذة معناها تصور انت تلميذ يضربوه بالغاز يضربوه بهذية أنا فرش كرتوش دمار هذا يقولوا له دمار مدام مطفيانا حقريننا مدام منسكتي ناكر أمس عملوا لي براج بالبقات في أول البلاء شدوني لي وهلي كسروا لي كرهب وضربوا أمي واختي برقوه بالكرهب وهبط عون بالكرة الساعة المقرون نزل على البرابيزة شوف فيها قدام أخرى أهلك كلها ركبين هني
كم خرج بكره من عاوز يدور يعني هزيت ايدي كبلت نتقي بقى معنا بقى فيه وبدي يضرب معنا ما غير ما قدر لا في كلام ولا في فعل ولا حتى شيء ومعنا بناوي نرمال ما الامل معنا نشوف الامل باش نطمنوا به احنا ما عندناش معنا الامل ما عندناش نطمنوا به بدنا رجالتنا درنا هم اللي مطمنين بهم اكثر معناها قطاع الطرق ما عادش يذر قطاع الطرق بديل الامن اللي احنا ما جايبينه باش يحمي على بلادنا معناها احنا بالطريقه هذه ولا نعيشوا في كارثه معناها تتجاوزوا هكا احداث الاولى نتاع الثوره هذيك نتاع البركاجات باش وصلنا مرحله تو ان وقت اللي نشوف اعوان امن تولي تخاف معناها كان امراه يجرى فيها كيما هكا وبنيه يجرى فيها كيما هكا تعرف الطفله هذيك اللي رتاها ما وصلوا البارح باش تقول لها زريقه كان تقريبا يجي 3 أو 4 سي كتفوا فيها دخلت في هستيريا خايبة خلاص معناها فرحة النجاح اللي كانت منتظرة تتحول إلى كارثة وأبريتو شكون باش يخذ لنا حقنا حنيتا السبب الرئيسي هم أعوان الأمن اعتداء على العائلة في الطريق معناها هشم الكرهبة وسايب الرمجان وضرب مرأة وطفلة فهمت ماش معقول هم هذم إرهابيين شبينا ما تصرفناش معهم على أساس أنهم إرهابيين نرجع لسفيان بن حميدة حب صحيح معلومته ان بالنسبه لمدينه الدوز راهي لا تشرف بك انت لغيرك خاطرك انت الارهابي مش هم الارهابيين ماني ضد حاكم ورانا وطنيين ورانا نموتوا على البلاد هذه اما جيني يعري روحه ويتعدى لي معناه يتعدى يسب لي امي ويسب لي اختي راه مش ما عندهاش بلاصه عندنا هنا بالنسبه لهني واللي يجي يعري روحه علينا ما عندهاش بلاصه في دوز يا نذلك بالحاكم ونسبك ونسب لك اختك وتريد وتهبط راسك لوطه وتقعد رايض فمت ولا وفمك ما تحليش للطالب تنمية للطالب حتى شيء يردوك رهاب